الساعة تضبط في كل مكان، في مكة المكرمة وفي الرياض وفي بريدة. ملعب الرمية الجانبية الآن لمصلحة الباطن في محاولة وخروج من حارس المرمى. هذه فرصة خطيرة، هذه فرصة خطيرة، فرصة وتسديدة سهلة تصل إلى حارس المرمى بعد ذلك إلى غازي. يلعب كرة عالية الآن بالرأس، الله خطيرة الكرة، خطيرة خطيرة، عدى من الأول والثاني، لازالت الفرصة والتسديدة أقرب إلى حارس المرمى خالد شراحيلي. كريستيان داكرو على اليمين، عرضية عالية بالرأس، عاقبهم محمد الضو. هذه كرة ملعوبة خطيرة، الجول ثاني 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 ثاني، الله. الآن أصبحت لمصلحة أحد فرصة خطيرة والتسديدة، لكن أدريانو فاتشين للوحدة. الفيصلي والأهلي 3-1 للأهلي، وهنا 1-0 وفرصة التعادل ضاعت. عالية وطويلة للأمام، حاول فرصة ثاني ثاني ثاني، أدريانو فاتشيني يبقي الأمور في أرضية الملعب. الأمور الآن انتهت تماما في أرضية الملعب، أحد ينتصر.